اليوم رانا في تربص لتحضير البطولة الإفريقية التي سوف تقام في دمشق للأشبال 16 سنة و 14 سنة، ورانا هنا في تربص لتحضير الجيد لهذه البطولة والدخول غمار المنافسة. كما العام الماضي اللي تحصلنا على البطولات الإفريقية، هذا العام تانية سوف نجتهد ونكون ونأدي بطولة جيدة إن شاء الله، ورانا مسطرين الأهداف تاعنا مع المدير الفني إن شاء الله، وربي يوفقنا إن شاء الله. وتحية الجزائر. Badash Maria, joueuse de l'équipe nationale algérienne de tennis, championne d'Afrique 3 fois. On a en pleine préparation le championnat d'Afrique du Nord simple et par équipe, Hadkoun en l'Égypte, on a le club de Sidi Fredj. Ça passe très bien. Inch'Allah, on va faire un peu de temps pour le Jazair et on va faire un peu. ويسار بوجمعاوي لاعبة المنتخب الوطني، دخلنا في تربص باش نحضروا البطولة الإفريقية اللي غادي نديروها في مصر، وإن شاء الله نديروا نتيجة مليح. التربص هذايا التربص تاع الأولاد اللي عندهم تحت 14 سنة وتحت 16 سنة، بنات وذكور، يوجدوا حاجة صغيرة 3 أيام ولا باش يوجدوا البطولة الإفريقية الشماليه اللي تجري في مصر من نهار السبت، تبدا نهار السبت بربي ان شاء الله 7 وتخلص 15 جانفي. دونك هنا هادو ما رم بنات احسن ولاد اللي عندنا تاع 15 سنه 16 سنه 14 سنه 13 سنه، وراهم يوجدوا في روحهم. هما كانوا ديجا واجدين، كانوا واجدين بصح دوك زدنا لهم هذا التربص هذا باش يوالفوا بعضهم في سيدي فرج. ايه في سيدي فرج يروحوا نهار الجمعة إن شاء الله. عندهم المدربين تاعهم ودان والأصلح، وهذه داخلة في البرنامج الاتحادية للتنس. من كاين براتيكمون كل 3 شهور عندنا بطولة إفريقية تاع الصغار تاع 12 سنة 14 سنة 16 سنة، عندنا برنامج ورانا نتبعوا في البرنامج. والتكوين ماشي درك حنا جينا جدد في هذا في هذا في هذا المستوى في هذا الريسبونسابيليتي هذه. دونك لازم التدريب يكون اقوى، لازم يكون اكثر، لازم المدربين يكونوا جاهزين ويخدموا بالمستوى نكونوهم ثاني. عندنا برنامج في هذا الميدان هذا، في ميدان تكوين وهي تكوين ثاني بهذه البطولات ثاني تكون حاجه. نشوفوا لي تورنوا هذوما تنظيم المنافسات، وقد ما يكثروا المنافسات قد ما الولدي ولا الطفلات تطلع في المستوى. فوالا ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.